الجامعة العربية تعترف بالائتلاف السوري المعارض والمحادثات تتواصل في العاصمة المصرية. وللإضاءة على لقاءة اليوم الثاني ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل هشام مهران. هشام، ماذا يتضمن هذا اليوم؟ نعم، يعني هناك جلسات عمل مغلقة في هذه الأثناء بين وزراء الخارجية العرب ونظرائهم الأوروبيين في أعقاب الجلسة الافتتاحية. هناك خلافات كبيرة بشأن الإعلان الختامي المنتظر صدوره في ختام هذه الاجتماعات. على سبيل المثال، فيما يتعلق بسوريا، الجانب العربي قدم فقرة تنص على المطالبة الفورية لنظام الأسد بالرحيل والاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كممثل شرعي للسوريين، في حين الجانب الأوروبي يريد أن يضمن هذه الفقرة إشارة إلى وجود بعض الجماعات الإرهابية التي تعمل في الأراضي السورية. ولكن بشكل عام فإن الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق المعارضة السورية في الدوحة، وحسب تصريحات ويليام هيج وزير الخارجية البريطاني فإن بلاده تدعم الائتلاف الوطني للثورة والمعارضة، وأنهم فقط يريدون الاطلاع على التفاصيل الخاصة بالائتلاف ونتائج عمله لتحديد موقفهم بشأن الاعتراف به. كذلك أيضا فإن وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيلا أكد أن بلاده أيضا ترحب باتفاق الدوحة، وأن توحد المعارضة في إطار تنظيمي سيساعد المجتمع الدولي في التعامل مع المعارضة بشكل إيجابي وربما يعجل برحيل نظام الأسد. أيضا يعني الخلافات حول البيان الختامي تمتد أيضا إلى الشأن الفلسطيني الإسرائيلي. الجانب العربي يريد في البيان الختامي التأكيد على إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة وإدانة الاستيطان في القدس والإشارة لقضايا الوضع النهائي، في حين يريد الجانب الأوروبي اختصار كل ذلك بحيث تنص الفقرة فقط على التأكيد على القرارات الدولية ذات الصلة. أيضا فيما يتعلق بإيران، الجانب العربي يريد أن يضمن البيان الختامي تحذيرا مباشرا لإيران من مغبة إغلاق مضيق هرمز، في حين يريد الجانب الأوروبي التعبير فقط عن القلق حيال هذه الأمور. يعني من المنتظر أن يعقد مؤتمر صحفي ختامي في حوالي الساعة 5:30 لإعلان القاهرة بين وزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. إذن الزميل هشام مهران، شكرا لك على هذه المداخلة. وكانت الجامعة العربية اعترفت بالائتلاف الوطني السوري المعارض باعتباره الممثل الشرعي للمعارضة السورية، فيما ناء لبنان بنفسه عن هذا الاعتراف. بالترحاب استقبل الوزاري العربي الطارئ في قراره الختامي تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، داعيا المنظمات الإقليمية والدولية للاعتراف به ممثلا شرعيا لتطلعات الشعب السوري. التأكيد على الدعم الكامل لمهمة السيد الأخضر الإبراهيمي ودعوة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى الدخول في حوار مكثف معه لإيجاد حل سلمي لنقل السلطة وفقا لقرارات جامعة الدول العربية وما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العمل الدولية في جنيف بتاريخ 30/6. وفق قرار الوزاري العربي الطارئ، فإن ائتلاف الثورة والمعارضة السورية سيتواصل مع الجامعة العربية بصفة مراقب، رغم جهود كبيرة بذلتها قطر لكي يشغل الائتلاف الوطني مقعد سوريا في الجامعة العربية، وهو ما تحفظت عليه عدة دول عربية. بالمقابل، اعترفت دول مجلس التعاون الخليجي بالائتلاف ممثلا شرعيا للشعب السوري. الحديث أو الكلام حول بدء مرحلة انتقالية فهذا قرارات من جامعة الدول العربية، وهذا ما جاء في البيان الختامي لاجتماع جنيف في 30 يونيو الماضي. تبدأ مرحلة انتقالية ويتم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. هذه قرارات اتخذت على المستوى الدولي، جامعة الدول العربية عليها أن تسعى لتنفيذ ذلك. كذلك دعا الوزاري العربي مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك وإصدار قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار تحت الفصل السابع حتى يكون ملزما لجميع أطراف الأزمة السورية. إلى ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الوزراء العرب التقدم بطلب التصويت على انضمام فلسطين للأمم المتحدة كدولة مراقبة غير عضو في 29 من الجاري، حيث جدد الوزاري العربي دعمه للمسعى الفلسطيني. نحن لا نريد أن نتصادم مع أحد، لا مع أمريكا ولا مع إسرائيل ولا مع أحد، وبالتالي نحن نقول ذاهبون لنحصل على
دولة غير عضو، دولة مراقب. فإذا كان بالإمكان أن نبدأ حوارا بعد اليوم، في اليوم التالي نحن مستعدون، ومستعدون أيضا لبدء مفاوضات في اليوم التالي. هشام مهران، MTV، القاهرة.